قررت محكمة الاستئناف بمدينة مدين ملال قبل قليل من يوم الثلاثاء 21 مايو تأجيل أشغال محاكمة المتابعين في ملف خديجة فتاة الوشم إلى تاريخ 25 يونيو المقبل لإعداد دفاع المتابعين. وكان إبراهيم حسان محامي خديجة قد أكد لفرانس بريس أن بعض المتهمين يواجهون تهما ثقيلة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والاحتجاز وتكوين عصابة إجرامية، بينما يلاحق آخرون بتهمة عدم التبليغ عن جنايتي الاتجار في البشر والاغتصاب. وأوضح حسان لوكالة فرانس بريس أن شخصين آخرين يشتبه في صلتهما بهذه القضية، لا يزال رهن التحقيق في انتظار قرار قاضي التحقيق. وأضاف حسان أن خديجة أكدت كل تصريحاتها أثناء مواجهتها مع جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن المشتبه بهم اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم أثناء التحقيق مع الشرطة، لكن جلهم تراجع عن تصريحاته عند قاضي التحقيق. وأشارت الوكالة إلى أن خديجة لم تنزع بعد الوشوم التي تؤكد أن خاطفيها رسموها على جسدها، إذ يرتقب أن يطلب القاضي معاينتها عند مثولها أمامه. وقد قال والدها محمد إن حالتها النفسية لا تزال متدهورة، مشيرا إلى أنها لا تغادر بيت العائلة في ولاد عياد إلا للسفر خارج البلدة. وأبرزت الوكالة أن عقوبة الاتجار بالبشر التي يتابع بها المتهمون تصل إلى 30 سنة.